إلى فنزويلا التي انطلق فيها حوار وطني واسع دعا إليه الرئيس نيكولاس مادورو لبحث مستقبل الأوضاع في بلاده والإجراءات التي تحول دون انتشار الفوضى. كان مادورو قد أكد أن كل فروع السلطة في البلاد ستناقش سبل تغيير استراتيجية الحكم ووضع خطط لتطويره. قال مادورو إن بلاده تواجه تحديا صعبا ويتعين عليها الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية على حد تعبيره، وأن تتقدم في شتى المجالات الاقتصادية والصناعية في آن واحد.